أنا أعطيتك وعدي من قبل أنه كل أملاك عائلة أصلان رح تضل عائلة أصلان. بس حسب مو مكتوب هون كل الأملاك لساتها باسمي ورح تبقى دائما. شو السبب؟ عزيزي أصلان، ليش عبر أمي دلشاه فاضي؟ أمي شكراً، أنا جبتلك بنتك دلشاه. زهرة الثالوث يومياً خلال شهر رمضان المبارك 7:15 المساء على الـ LBCI.